الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء الحالي مظهر محمد صالح تحقيق عوائد نقدية بمقدار 20 مليار دولار، مستبعدا لجوء بلاده إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة. وقال صالح إن الفائض المالي المتوقع لا يقل عن 20 مليار دولار خلال العام الجاري في حال استمرار الصرف على أساس موازنة العام الماضي، وأن التدفقات النقدية السائدة ستكون مطمئنة ولا توجد أي حاجة للاقتراض بشتى أشكاله بحسب قوله. وكانت موازنة العراق في عام 2021 تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 100 تريليون دينار، منها إيرادات نفطية بنحو 81 تريليون دينار باعتماد متوسط سعر برميل النفط الواحد بقيمة 45 دولارا. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط 7 حاويات تحتوي مواد مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر. وقالت هيئة المنافذ الحدودية إنها تمكنت من ضبط 7 حاويات تحتوي على مواد ممنوعة من الاستيراد وسقوف ثانوية وأجزاء من معمل ماطورات ماء مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، لأنها تجاوزت المدة القانونية المسموح على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة. قالت وزارة الصناعة والمعادن الحالية إن العمل في المدينة الصناعية في البصرة متوقف منذ عام 2014 لعدم وجود تخصيصات مالية. وقال المركز الإعلامي لوزارة الصناعة إن نسبة إنجاز المدينة الصناعية في البصرة وصلت إلى 59%، أما نسبة الإنجاز المالي فقد بلغت 70%، مبيناً أن هنالك مباني مكتملة مثل بناية الإدارة والاستعلامات والبوابة والمركز الصحي، أما بقية المباني فهي عبارة عن هياكل. وأعلنت هيئة استثمار البصرة في وقت سابق استكمال جميع الإجراءات الخاصة بإنشاء أكبر مدينة صناعية في المحافظة. بدأت الحكومة الأردنية اتخاذ إجراءات مباشرة لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي طال أغلب السلع لا سيما التموينية، إلى جانب دراسة تخفيض الضرائب على بعض المواد للحد من انعكاس ارتفاعها عالميا على السوق المحلية. وقررت الحكومة الأردنية تحديد سقوف سعرية لعدد من السلع شملت الزيوت النباتية والدجاج الطازج ومادتي الحديد والإسمنت الأسود، فيما تدرس اتخاذ قرارات مماثلة لسلع أخرى بناء على الدراسات التي تجريها للسوق يوميا بحسب ما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين. وكانت الحكومة الأردنية قد حددت أسعار الزيتون الزيوت النباتية والدجاج بمبالغ متفاوتة ما بين سعري الإنتاج والمستهلك في ضوء الارتفاعات التي طرأت على الأسعار، حيث تجاوزت الأسعار المعدلات الاحتيادية بشكل كبير. أصدرت جمعية المصارف اللبنانية بياناً تستنكر فيه القرار المتعلق بمنع 6 بنوك من تحويل الأموال إلى الخارج. وقالت الجمعية إن القرارات التعسفية التي اتخذتها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحق المصارف هي خارج صلاحياتها ولا تستند إلى أي قاعدة قانونية. وأضافت أن هذه الأوراق النقدية التي تحولها المصارف تغذي حساباتها في الخارج، ما يسمح لها بتنفيذ التزاماتها خصوصا تلك الناتجة عن فتح الاعتماد للاستيراد. وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قد أصدرت قرارا جديدا تضمن إشارة إلى الجمارك بمنع 6 مصارف تشكل 60% من حجم القطاع من تحويل الأموال إلى الخارج. أما الآن فانتقال لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز بأمان الله.